السلام عليكم. إذا كنت تريد دعوة شخص للإسلام وتبحث عن مواد إلكترونية للتعريف بالإسلام، ابحث في جوجل عن موقع دار الإسلام islamhouse.com، وهو يعد أكبر وأوثق مرجعية مجانية للتعريف بالإسلام بلغات العالم على شبكة الإنترنت. عند الدخول على الموقع اختر القائمة ثم تعرف على الإسلام. الآن يظهر لك أكثر من 1400 مادة تتحدث عن الإسلام بلغات العالم، منها المقروء والمرئي والمسموع. إذا كان لغة الشخص مثلا اللغة الإيطالية، تضغط على جميع اللغات ثم تبحث عن اللغة الإيطالية. الآن هذه 13 مادة تتحدث عن الإسلام باللغة الإيطالية. تريد مثلا كتاب، تضغط على جميع المواد وتختار الكتب. هذه جميع الكتب التي تعرف بالإسلام باللغة الإيطالية، وهي كتب بصيغة PDF. وعند الرغبة في تغيير اللغة، ترجع إلى هذه القائمة ثم تختار اللغة، مثلا الألمانية. وتريد مثلا مرئيات، تختار من هذه القائمة قسم المرئيات. هذه جميع المرئيات التي تعرف بالإسلام باللغة الألمانية.